السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة اللي غادي تسمعوا اليوم حدثت في باريس، وتحديدا سنة 1876. فتاة اسمها بلانش في سن المراهقة. هاد الشابة وقعت في حب شاب يعمل محامي، واتفقوا على الزواج، ولكن لسبب غير مفهوم رفضت والدة بلانش هذه العلاقة تماما. بلانش كانت رومانسية جدا، وكانت فكرتها عن الحب هي فكرة كل فتاة تريد تكوين أسرة والعيش بسلام. قرأت بلانش الكثير من الروايات الرومانسية والعاطفية التي كانت موضوعاتها تتحدث عن في الغالب عن الإخلاص والوفاء وأوقات جميلة. وبكل الطرق حاولت بلانش أن تقنع والدتها بالشاب المحامي، ولكن للأسف صدمت من عنف ورفض والدتها. وانضم لوالدتها أخوها الكبير، كانوا رافضين تماما لفكرة ارتباطها بهذا الشاب. لماذا؟ لا أحد يعلم. وفي آخر المطاف قررت بلانش أن تفعل مثل الأفلام والروايات وتهرب مع ذلك الشاب. في اليوم التالي اختفت بلانش. والدتها وأخوها أبلغوا الشرطة، وكل محاولات العثور على بلانش باءت بالفشل. حامت الشكوك حول الشاب المحامي، ولكن الشرطة حقت معه ولكن بدون فائدة، يعني كان بعيد عن كل الشكوك. بعد 25 سنة وتحديدا 1901 تم العثور على الفتاة بلانش، ولكن بعد 25 سنة. كان جسمها هزيلا، يعني تقريبا ما بين 25 و30 كيلو. كانت جلد على عظم. كان منظرها مرعب جدا، والمرعب هو المكان الذي وجدت فيه. وجدوها في قبو بيت والدتها. الشرطة اكتشفت أن والدتها وأخوها حبسوها في القبو طوال 25 سنة. قبض على الأم وتوفت بعد شهر في السجن نتيجة أزمة قلبية. أما أخو بلانش حكم عليه بالسجن 15 سنة.